أعلن الجهاز الوطني للإيرادات تنفيذ 2115 زيارة تفتيشية على الأسواق المحلية في جميع محافظات مملكة البحرين خلال عام 2023، وأسفرت هذه الحملات عن رصد مخالفات استوجبت فرض غرامات إدارية وفقا لقانون القيمة المضافة والانتقائية، بهدف ضمان التطبيق السليم وزيادة معدلات الامتثال للقيمة المضافة والانتقائية، وفي إطار الجهود الحديثة لنشر الوعي اللازم لتطبيق القيمة المضافة والانتقائية ونظام الطوابع الرقمية وفقا للآليات والقوانين الواجب اتباعها، شهد عام 2023 2115 زيارة تفتيشية نظمها الجهاز الوطني للإيرادات في جميع محافظات مملكة البحرين. الزيارات التفتيشية التي شملت مختلف القطاعات أسفرت عن رصد 244 مخالفة استوجبت فرض غرامات إدارية وفقا لقانون القيمة المضافة والانتقائية، حيث تمثلت أغلب المخالفات المرصودة في عدم الالتزام بالشروط والإجراءات الخاصة بإصدار فاتورة القيمة المضافة وعرض أسعار السلع أو الخدمات غير شاملة القيمة المضافة وعدم عرض شهادة القيمة المضافة. ومن منطلق استمرارية الرقابة على الأسواق المحلية والتصدي للتهرب من الانتقائية فيما يخص تطبيق نظام الطوابع الرقمية، فقد تم منع بيع أو تداول أو تخزين منتجات غير مستوفاة لضوابط النظام على منتجات التبغ، حيث تم تنفيذ 539 زيارة تفتيشية أسفرت عن رصد 53 مخالفة في هذا الشأن. كما تم رصد عدد من شبهات التهرب من القيمة المضافة والانتقائية، والتي يقوم الجهاز الوطني للإيرادات باتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، في وقت يحث الجهاز الوطني للإيرادات المسجلين على الالتزام بالتطبيق السليم لآلية القيمة المضافة والانتقائية تفاديا للوقوع في المخالفات.